السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. في هذه الايام الدراري غتلقاو بلي كنتعطلوا ما كنلوحوش فيديوهات حيت ما كاينش شي جديد بزاف هذه الايام. دونك الجديد ما غيبانش، يعني الجديد كما كان ما غيبان حتى يطلع شويه البيتكوين عاود ثاني ويطلع شويه السوق عاد كيبانوا يعني لي جيم ديال بلاي تو ارن. دونك حنا حد الان باقي يعني غير داك الشيء بحال هذا السيت اللي ديجا دخلنا ليهم، بحال هذا السيت اللي خدام ديال الاتحاد الاوروبي لكره القدم اللي كان زوين بزاف، باقي بنادم اللي كيدخل به اللي باقي ما شافوش ضروري خصو يشوف هذا الفيديو. دونك رجعت لكم بواحد البلان زوين ولا جديد على هاد تشين اونيفرس. ديجا شرحت على شي استراتيجيه ديالها وديجا شرحت الجليتش اللي كنت قلت لكم باللي كيطرى. ديجا كان طرى ديك الليله اللي سجلت الفيديو ودينا منهم شي نقولوا شي 500 وقيلة ولا شي 600 درهم اللي دانا في ديك الليله اللي ريكوردت هذا الفيديو، يعني شي جوج سيمانات هذا. دونك في ديك الريكورد بعدا موراها كنت كنمونطي وخدام على الكليتش حيت طرا عاوتاني. دونك غيحطيوه تفرجوا في هذا الفيديو غتفهموا بلان. دونك بلان اللي جبت لكم اليوم الدراري شي بلانات جداد، بعدا زادوا شي لعيبات جداد في نفس الجيم. دونك هذا الجيم الدراري بالنسبه لي انا ولا هذا السيت، هذا الجيم بالنسبه لي انا حد الان على اول ولا اكثر جيم يعني ربحت فيها شي حاجه هي هذا الجيم. دونك مقارنه بلي جيم اللي لعبنا كاملين افاغوتشي بيغاكسي كاع لي جيم اللي لعبت كتبقى هذه هي اللي في راسهم. دونك علاش؟ حيت كنا دائما مخدمين واحد الجليتش وصافي. دونك الدراري ديال الجليتش راه شرحت لكم بلان. دونك ندوزو للشرح الدراري، خليكم معايا مور الانترو نفهم لكم البلانات اللي زادوا جدادين في الجيم. السيت كما كتشوفوا غتلقاو تزاد فيه شي حوايج جدادين ولا غيتبدل عليكم السيت شويه كما كتشوفوا. دونك اول حاجه كننتبهوا ليها هو انه زادوا لي جيم الدراري، غيزيدوا عاد لي جيم اخرين اللي هما هادو علاين يزيدوا، ما بقى لهم والو كما كتشوفوا. دونك هذا بلان زوين، ديجا حنا شفنا هذا الجيم بالله كنربحوا فيها تي اريكس وبواحد السهوله اللي كبيره. دونك هذا هو البلان اللي زوين اللي كان عاجبني في هذا الجيم، اننا كنا كنديروا واحد الجليتش لعل وعسى نلقاو لهم شي جليتشات اخرين في هذا الجيم عاوتاني ملي غيتحطوا. دونك نتوما حد الان طبقوا هذا الجليتش اللي كاين هنا في هذا الجيم، واستراتيجيه اللي كنت ديجا وريت لكم في الفيديو اللي قلت لكم اللي غنوري لكم عاود دابا باش تعقلوا عليها واللي ما شافش داك استراتيجي. دونك استراتيجيات اللي كنا دوينا عليهم ولا البلو باش تلعب بداك الجيم كنا دوينا عليها هو الدراري يحاولوا تاخذوا سكرين شوت لهاد اللعيبه ولا وقفوا الفيديو هنا باش تفهموا البلان، قراو باش تفهموا البلان. ديجا شرحت لكم كيفاش البلان وشنو بغاو يقولوا فيه. دونك ديجا كما كتشوف راه كتوصل حتى في 43 في 243. المهم شرحت هاد البلان كاملين. دونك اللي بغى مانتيريسي انه في هاد البلو ولا مانتيريسي في الجيم انه يتبع الاستراتيجيه ديالهم ولا شي لعبه ديالهم، كتبقى كنقول حنا استراتيجيه ديال الجيم ديال هادي. دونك زادوا واحد البلان اخر اللي بغيت نوريه لكم، هو اللي بلان هو هاد الفري بوكس ولا البوكس ديال ستيكين اللي غندخلوا ليه دابا غنوري لكم البلان ديالو اللي كيبان لي واحد البلان اللي واعر. عندهم واحد ستيكين ديال تي اريكس اللي زوين بزاف، واعر. دونك هنا عندهم واحد البوكس كيكون فري كما كتشوفوا هنا كخاليبري ولا الفري بوكس. هاد الفري بوكس الدراري كتجي كل يوم ولا كل جوج سوايع ولا فوقاش ما دخلتي السيت كدير الويتراو كما غتشوفوا. شوف ويتراو، دونك كما غتشوفوا هنا اي تزاد ليا شي حاجه هنا في الفاصله، هاد الشيء اللي كان عندي هنا تزاد ليا هنا في الفاصله. دونك عاوتاني دوز واحد الساعه ولا حتى جوج على حسب كيتجمع شويه عاوتاني غندير الويدرو. الا حاولت ندير الويدرو دابا كما كتشوفوا ما تقدرش دير ويدرو مور ويدرو حيت ديجا ويدرو داكشي الاخر. وعندي واحد البوكس اخر الدراري دخلت ليه اللي هو هذا ديال تي ار اكس كغادي تساوي 10. هذا نقولوا حنا كنختار مثلا شحال من الايام ديال ستيكين، كاين 3 ايام 7 ايام 30 يوم. دونك 30 يوم بزاف ما ننصحش به ما يتخليه حتى شي واحد. كان البلان ديال 7 ايام كما كتشوفوا الدراري فيه 1.6% كل يوم، يعني كل يوم كما كتشوفوا هنا 1.6 ماشي على 7 ايام، على كل يوم. هذه كل يوم يعني كتزاد لك هنا اوتوماتيك 1.6 من داك الشيء اللي دخلتي اللي هو 10 تي اريكس اللي دخلتي بها. دونك البلان زوين هو انك كما قلت لكم ديال النهار كل يوم كتزاد لك هذه واخا عندك 7 ايام. هاد 7 ايام علاش؟ حتى تسالي 7 ايام عاد يرجع لك فلوسك اللي دخلتي بهم ولا يرجع لك تي اريكس ديالك اللي دخلتي به اللي كان 10 تي اريكس. دونك انا حد الان كما كتشوفوا هي عندي وحده هنا ديال 3 ايام. دونك ديجا كما كتشوفوا هي ديال 3 ايام ديجا راه كتزاد ليا، كانت عندي غير شي 1 فاصله شي حاجه راه كتزاد ليا شي كونتيتي هنا كتزاد ليا كل يوم بوحدها، ما كندير حتى شي لعبه. انا كنجي هنا غير باش ندخل ندير هذا الويدرو هنايا.
دونك البلان اللي زوين هو انه كل يوم مور اللي غدوز 3 ايام غترجع لي هاد 10 تي اريكس زائد داكشي اللي كان عندي اللي كنت لعبه. دونك البلان اللي عجبني هنا هو انني نقدر نشري اكثر من بوكس واحد، نقدر نشري جوج ثلاثة أربعة ديال 10 مثلا، نشري بزاف ونخليهم عندي وكيتزاد عندي داكشي ديال تي اريكس في نفس الوقت. انا حاضي الجيم على ود الجليتش اللي كنا باغيين، فهمتوا البلان؟ دونك هنا عندك تي اريكس موجودو في الجيم وفي نفس الوقت كتستنى الجليتش اللي دون عليه تي اريكس. دونك بلان زوين. وعندهم داك البلان حتى في اليو اس دي تي كما قلت لكم في الفيديو اللي بد، زادوا حتى اليو اس دي تي. هما في الاول في السيت ما كانش فيه اليو اس دي تي، دابا زادوا فيه حتى اليو اس دي تي. دونك اليو اس دي تي اللي خايب فيه انك تساوي $100 للبوكس. دونك 100 عندهم 3 ايام 1.5، 7 ايام 1.6 بعدا، دونك 30 يوم ما كنصحش به بزاف. دونك هذا هو البلانات اللي بغيت نركز عليهم بزاف، هو الفري بوكس، هذا البوكس ديال تي اريكس حيت بان لي بلان زوين بزاف. وفي نفس الوقت استغليت الفرصه باش نبين لكم بلي راه زادوا لي جيم، غيزيدوا لي جيم في نفس السيت. وبالنسبه للاستراتيجيه اللي باغي يلعبها الدراري غنحاول نخليها لكم هي، حاولوا تسكرينيوها ولا وقفوا الفيديو ولا رجعوا في دقيقه، يعني عقلوا الدقيقه اللي كان بين فيها التصويره وغتفهموا البلان ديال الاستراتيجي. الدراري غنكون وصلنا لهذا الفيديو، كنتمنى تكون استفدت شي حاجه من الفيديو. الا استفدتي ما تنساش السبورت ديالكم، لايك سبسكرايب، خلي شي كومونتير زوين الدراري، وبيس ليكم، نضرب لكم موعد حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.